نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان: أحدهما النبات، ومن الأدلة على وجوبها فيه قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. فتجب الزكاة في كل حب أو ثمر جمع وصفين: الأول أن يكون مما يكال لا مما يوزن أو يعد أو يدرع، الثاني أن يكون مما يدخر. والادخار معناه أنه يمكن أن ييبس، أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد. ما ذكر المؤلف هنا هو مذهب الإمام أحمد، لأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض من الحبوب والثمار، بشرط أن يكون مما يدخر، وبشرط أن يكون مما يطعم. فكل طعام يخرج من باطن الأرض ويدخر فإن الزكاة فيه. فعلى هذا لا زكاة في الفواكه ولا زكاة في الخضروات، لأنها غير مدخرة. وهذا قول جماهير العلماء، وحكاه طائفة إجماعا. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا زكاة في الخارج من الأرض إلا في أربعة أصناف فقط: من الحبوب صنفان، ومن الثمار صنفان. فمن الحبوب الحنطة والشعير، ومن الثمار الزبيب والتمر. قد ذهب إلى هذا بعض الصحابة والتابعين وجماعة من العلماء، وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله. والذين لا يرون القياس يذهبون إلى هذا أيضا. وقد ورد في هذا نص في المسألة، لكنه معلول بالإرسال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: لا تأخذ زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. والصحاح والحاكم، ولو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة، ولكنه معلول بالإرسال. ومن ثم لم يأخذ به جماهير العلماء، ولكن الصح عن بعض الصحابة كابن عمر. ومن ثم كان يفتي به الحسن البصري وطائفة من الأئمة. عفى الله عنك. ومما يجمع هذين الوصفين: البر والشعير والأرز والذرة والرشاد والحبة السوداء والزبيب والتمر والقهوة ونحوها. ومن الأدلة على هذا الحكم رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى مرفوعا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا تجب على الشخص زكاة ما يكال ويدخر إلا إذا خرج من أرضه التي يملكها أو التي كان مستأجرا لها. فإن لم يخرج من أرضه كأن يكون اشتراه من غيره بعد اشتداد الحب وبدو الصلاة بالتمر فلا تجب عليه فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من كان مالكا له وقت اشتداد الحب وبدو الصلاة كما سيأتي. يعني أن الزكاة تجب على رب المال، هذا قصده. وإذا الإنسان اشترى من رب المال تمرا أو حنطة أو شعيرة لبيته وبقي عنده عدة أعوام في البيت، لا زكاة عليه بالإجماع، ما في خلاف. ولكن لو اشتراه بنية التجارة صار عروض تجارة، يزكي كل عام. نعم. ولا تجب الزكاة في الحب أو الثمر إلا إذا بلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة. الوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، قدر في هذا العصر
تقريبا بسبعمائة كيلو، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكن الغالب تقدر بهذا 700 كيلو. يختلف تمر عن تمر، لأن بعض التمور وزنتها فجاءت كيلوين وثلث، وبعض التمور أقل بعض التمور أكثر، ورأيت الفرق بين التمر اللي سميناه نحن الرطب وبين الضميد، فاختلف الوزن بين هذا وهذا. ولكن على كل هو معدل 700 كيلو في هذا العصر، من كان عنده 700 كيلو فهذا عليه الزكاة. كثير من الناس الآن ما يزكي التمر اللي في البيوت، إنما يظن أن الزكاة تجب على أهل المزارع، أما التمر اللي في البيوت لا زكاة عليه، وهذا غلط لم يقل بأحد من العلماء. ولكن العجيب أنهم تواطؤوا عليه مع أنه لم يقل بأحد من العلماء، يعني خلاف إجماع المسلمين. وبعضهم يعتذر حين كلمنا العامة يقول أنا أتصدق به على الأقارب. نعم تصدق على الأقارب أثرية، ما تصدق عليهم بنية الزكاة، تصدق عليهم بنية الهدية، والزكاة لا بد لها من نية، وزكاة للفقراء ليست للأقارب. الأقارب يأخذ أثرى منك، فتخرج الزكاة بنية الزكاة للفقراء لا للأقارب. فمن ثم من كان عنده تمر في بيته يبلغ هذا القدر فإن الزكاة واجبة عليك، وبالإجماع ما في خلاف. نعم شيخ، كيف يخرج الزكاة؟ يأتي إن شاء الله بسهل. عفى الله عنك. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم، تقدم أنه إذا كان مما كان بالسقي فهو نصف العشر، وإذا كان بعلا أو عثرية يعني بعروق يشرب أو من ماء السماء ففيه العشر. نعم. عفى الله عنك. والصاع النبوي زينته بالقمح المتوسط الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف، رطل رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية. هذا يختلف. أنا عندي مد زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يزن به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر بحجم اليدين للرجل اللي أكبر من يدي. في الحقيقة وضعت الرز التمر وضعته واحتاج إلى أيضا زيادة حتى يكمل المد، اللي أكبر مني يدين يضع هكذا ويضع الرز ويضع فيه، بإمكانه يعرف مد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تأتي بتعرفون حلو الدولاب أنه هنا ولا أنا مد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه تسلسل بإسناد تسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، ولكن يختلف تقدير الفقهاء، تختلف من يد إلى يد، تختلف. بعض الناس ما شاء الله يده مبسوطة، بعض الناس يده صغيرة، فبالتالي إذا قال الفقهاء باليدين يقصد الرجل المتوسط، أما منك هذه يده صغيرة يحتاج إلى زيادة. عفى الله عنك. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل، وهو يساوي 612 كيلو جراما من البر المتوسط تقريبا. هذا التقريب وأيضا يختلف من شيء إلى شيء، لأن وزنت هذا بنفسي بعض الفروق يختلف من شيء إلى شيء، لأن بعض الناس يخرج الشوائب بعض يسقي الشوائب، ويمكن الإنسان يجرب هذا بنفسه يجد الاختلاف اليسير. نعم. عفى الله عنك. وما يساوي هذا المقدار كيلا من غير البر كالشعير والتمر وغيرهما. قال: ويجب العشر فيما سقي من الساء والسيوح، أي أن ما أسقي بغير مشقة مقدار زكاته عشره. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالسناد المتصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان معنا رز نظر أيديكم، لكن هذا مده، هذا المد 4 أمداد من هذا الصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. نروي ولا الحمد السناد متصل إلى زيد بن ثابت. نعم نعم، النبي كان يتوضى بهذا، النبي كان يتوضى بهذا، فيشرع الإنسان يقتصر عليه أيضا لا يزيد عليه. أن حديث أنا تتوضى بالمد واغتصب بالصاع، يعني 4 من هذا تأتي غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما عليه النبي من الشعر، وإنسان يجلس تحت أدش يملأ 40 من هذا أو 50، وبعض الناس ما يكفيه أيضا، يجلس ربع ساعة نص ساعة، يعني يحتاج إلى ربما إلى
100 لتر 200 لتر. هذا ذات تصفيه كل. لا لا. لا لا كل واحد يفصل على الثاني. يعني أنا لو بجوز لكم في مثل أبغى أدي لأن الجار يقص عليه. أعطيك هذا أعطيك حقي. يصدق نفسه ولا المقياس؟ لا مقياس عليه بالتسلسل كل واحد يعطيك الثاني تصنعون وأنا أعطي غير يصنع وهكذا. واحد يبقى عنده. لا ما يمكن لو كان واحد سما. ما حصل على ما وصل إلينا. نسمع السؤال من نعم. نويع. إن شاء الله وقت آخر إن شاء الله. إذا صنعنا لابد نصنعه. نعم. عفى الله عنك. عفى الله عنك. قال بغير مشقة مقداره زكاة مقدار زكاته عسره وذلك كالزروع كالزرع أو النخيل التي تسقى بالمطر أو بالسيوح وهي الماء الجاري ما الذي يسير على وجه الأرض أو الذي يشرب بعروقه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر عثريا عفى الله عنك عثريا العثري يشرب بعروقه العثري هو الذي يشرب بعروقه نعم عفى الله عنك العشر وما سقي بالنضح نصف العشر وهذا مجمع عليه. قال ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي وهي الدولاب الذي يديره البقر في مراعاة الشريعة للمصالح فإن الشيء إذا كان في مشقة يخفف أمره فحين كان الإنسان يتعب عليه بالماء والنضح والتكلفة خف صار نصف العشر وما لا كلفة فيه صار فيها العشر يعني نصف العشر 5% والعشر 10% وهكذا. عفى الله عنك. والنواضح وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الآبار أو الأنهار. ينبغي التنبؤ أيضا لمسألة بعض الناس يأخذ قول ابن تيمية في الثمار ونبعني بالأمس وقبل الأمس مثلا يأخذ قول ابن تيمية أنه يبيع الثمر ويعطيها الآخرين لكن إذا تخرج الزكاة تخرج على نفس هذا ما تخرج 2.5%. بعض الناس يخطئ هذه المسألة وبلغنا بعض الناس أخطأ ما تخرج 2.5% في المال أما هذا تخرج العشر أو نصف العشر أحد أمرين إن كانت تكلفة فهو نصف العشر فعلى هذا تخرج في كل 100 5 ريال لا ريالين ونصف ولا الأفضل أيضا قلنا على قول ابن تيمية تخرج الثمر نفسه الواجب ثم تبيعه لو يبلغ ثم تخرج القيمة لأنك عزلتها أما إذا ما عزلتها تخرج على هذه الصورة. عفى الله عنك. عفى الله عنك. ومثلها ما يسقى بالمكائن والدمم وغيرها من الآلات الحديثة ومثلها كذلك النخل الذي يغرسه الناس في منازلهم ويسقونه من ماء المنزل لحديث عمر رضي الله عنهما السابق وهذا مجمع عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحبل فإذا أصبح صلبا وجبت الزكاة لأنه في هذا الوقت يقصد للأكل والاقتياد فأشبه اليابس ولا يستقر الوجوب إلا بجعل الحب أو الثمر في موضع تجفيفه وهو البيكر إجماعا ولا يخرج الحب من بر ولا يخرج الحب من بر أو شعير أو زرعة أو غيرها في الزكاة إلا مصفى ولا يخرج الثمر من تمر أو زبيب أو غيرهما في الزكاة إلا يابسا ودليل هاتين المسألتين ما روي عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص عنب كما يخرص الزرع ويقصد من هذا لو أن الزرع أو الثمر قبل التمكن من إخراج الزكاة أصابته جائحة لا نقول للرجل تضمن قيمة الزكاة الزكاة حينئذ تسقط عنهم فلا تجب إلا بوضعها في البيدر والمكان الذي تجمع فيه الصدقات والزكاة لا تخرج أيضا من المال إلا بعد من الحب ولا إلا بعد التنقية والتصفية فإذا زينت الشوائب أخرجت الزكاة من الحب المصفى. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تخرج زكاة النخل تمرا. نعم ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى في العنب الذي لا يزبب هل تجي فيه الزكاة أم لا؟
وظاهر الحديث أن الزكاة تجب في العنب الذي يكون زبيبا. ومن ثم جاءت بعض الأحاديث مقيدة للزكاة بالعنب بالزبيب دون العنب، جاءت روايات بالعنب دون الزبيب، إشارة إلى أن العنب الذي زبزب. وذهب بعض العلماء إلى العموم ولو كان لا يكون منه زبيب. وظاهر الأدلة أن الزكاة لا تجب إلا في العنب الذي يكون منه الزبيب. ومن ثم بعض الفقهاء الذين يرون الزكاة لا تجب في أربعة أصناف لا يعبرون عن الزبيب بالعنب، يعبرون عن العنب بالزبيب، إشارة إلى أن العنب الذي زبزب مع داه يخرجونه. تقدم من هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وطائفة من الأئمة، وأنه رواية عن الإمام أحمد، قلنا جاء الحديث ولكن الصواب إرساله، ولو صح لكان نصا في المسألة. عفى الله عنك. ولأن هذا أوان الكمال وحال الادخار. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه الإنسان من مباح الحب والتمر، فمن التقط حبا أو تمرا من تمر أو غيره من أرض غير مملوكة أو مما تركه أصحاب الزروع فلا زكاة عليه فيه بلا نزاع. ولا زكاة فيما يأخذه الحصاد من الحب أجرة لحصاده، ومثله ما يأخذه من يجز أو يقطف الثمار من ثمر أجرة لعمله، ومثله ما يوهب لشخص أو يشتريه أو نحو ذلك بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب. ودليل أن الزكاة تكون على رب المال ما تكون على المشتري، فلذلك لو أن رجلا اشترى ثمرا على رؤوس النخل، اشترى ثمرا على رؤوس النخل ثم بعد ذلك تنازعوا على من تكون الزكاة، هنا تلقائيا تكون على البائع دون المشتري، تلقائيا تكون المسألة، فبالتالي القاضي يحكم مباشرة على البائع دون المشتري دون نظر في قرائن ما قرائن، لأن الأصل في الزكاة أنها على رب المال. عفو الله عنك. ودليل هاتين المسألتين أن هؤلاء غير مالكين للحب أو الثمر وقت وجوب الزكاة فيه، فزكاته واجبة على مالكه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إن كان له مالك كما سبق. أما من استأجر أرضا وفيها نخل، وأما من استأجر أرضا وفيها نخل على القول بجواز ذلك كما قول ابن تيمية وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد، واستأجر الأرض بما فيها، فإن الزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر، فإن الزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر، لأنه لم يستأجر الأرض دون الثمرة، إنه استأجر الأرض وما فيها. عفو الله عنك. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير ولا التمر إلى الزبيب ونحو ذلك، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كبهيمة الأنعام. وهذا في خلاف، وهذا موطن خلاف، قد ذهب الطائف من العلماء إلى أن الحبوب كالجنس الواحد ضموا بعضها إلى بعض، وإلى أن الثمار التمر يضم بعضه إلى بعض، وذهب الطائفة الثالثة إلى التفصيل وقالوا إذا كان الاسم واحدا ولكن أنواع مختلفة يضم بعضه إلى بعض، وإذا اختلف الاسم لا يضم مع المسمى الآخر، بمعنى التمر جنس واحد، السكري والشجر وجميع المسميات هي جنس واحد، وإن اختلفت مسميات لأن كله في يجمعه اسم التمر. عفو الله عنك. إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، فيجب أن تضم أنواع الصنف الواحد كأنواع التمر البرح والسكر وغيرهما وكأنواع البر إلى بعضها في تكميل النصاب بلا نزاع بين أهل العلم، لأنها صنف واحد. قال: ويخرج من كل نوع زكاته، فيخرج زكاة التمر السكر مثلا منه، ويخرج زكاة البرح منه، وهكذا، لأن زكاة كل شيء منه كما في بهيمة الأنعام. وإن أخرج نوعا جيدا عن النوع الردي جاز وله أجره، فلو أخرج عن التمر الفرني مثلا
نوعا أجود منه كالسكري فهو أفضل لأنه أكمل فهو زيادة خير. يعني هذا قول لبعض العلماء. قال الثاني نعم يخرج أطيب إذا كان من جنسه، بمعنى عنده السكري جيد وردي يخرج الطيب من السكري هذا أفضل، لكن لا يخرج عن البرحي سكري لأن يقول اختلف الجنس، فلا بد أن تكون زكاة من الجنس، ويخرج أطيب الجنس ليكون أبرأ للذمة. والقول الثاني في مسألة ما ذكره المؤلف، لكن على القول بأن يخرج من غير جنسه هذا دليل أنه ما في تقيد بالنص، وهذا هو الذي ألزم ابن تيمية الآخرين بأنه يخرج الأنفع للفقير حتى آل بالأمر يجاوز إخراج المال متى ما كان هو الأنفع للفقير. عفى الله عنك. النوع الثاني من الخارج من الأرض المعدن فتجب فيه زكاة العموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض فمن استخرج من معدن وهو المكان الذي تستخرج منه المعادن نصابا من الذهب والفضة وجب عليه إخراج ربع عشره. لكن اجتهاد مسألة القول أولا من زكاة المعادن مسألة اجتهادية ما فيها نص، والحديث الواردة فيها كلها معلولة. ثانيا اختلف الفقهاء في القدر الواجب عليه، وهذا أيضا موطن خلاف، ومن ثم ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا زكاة في المعدن أصلا لأنه لم يثبت في ذلك دليل، والخلاف مشهور بين الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم. عفى الله عنك. قال أو استخرج منه من المعادن الأخرى ما قيمته ذلك، أي قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة سواء كان من الجواهر أو البحلي أو السفري أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة فيخرج ربع عشر قيمته. والدليل على وجوب إخراج ربع العشر في جميع أنواع المعادن القياس على أثمان وعروض التجارة، ولا يخرج المعدن في الزكاة إلا بعد السبك والتصفية قياسا على التمر والزبيب، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان لأنها جميعا تؤخذ من البحر. قال ولا شيء في صيد البر ولا في صيد البحر لأنه لم يرد دليل في القرآن أو السنة يدل على وجوب الزكاة فيهما، والأصل براءة الذمة وقد أجمع على هذا عامة أهل العلم. قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال. الركاز هو ما وجد من دفن أهل الجاهلية، إذا وجد عليه علامات أهل الجاهلية فهو ركاز، وهذا فيها الخمس من أول قبضه. وأما ما كان عليه علامات أهل الإسلام فليس هذا ركازا. نعم. عفى الله عنك. والركاز دفن الجاهلية وهو ما عثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو غيرها، ففيه الخمس لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ويصرف خمس الركاز لأهل الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، فهذا الخمس يقسم خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله ويصرف بمصالح المسلمين العامة، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لفقراء اليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. والدليل على هذه القسمة في خمس الركاز أنه مال كفار فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له وهي الفيء وباقيه لواجده، أي أن باقي الركاز بعد إخراج خمسه وهو أربعة أخماسه يكون ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاز. للحديث السابق فإنه لما أمر بإخراج الخمس دل على أن باقيه لمن وجد. قال رحمه الله باب زكاة الأثمان. عفى الله عنك. وهي نوعان ذهب وفضة، وما يقوم مقامهما من الأثمان كالأوراق النقدية من ريالات أو ماركات أو يوروات أو ينات أو دولارات أو جنيهات أو دنانير أو غيرها، يعني يقصد عملات البلاد، إشارة لعملات البلاد.
لأن مالك رحمه الله تعالى يقول لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا، فهذه العملات قائمة مقام الذهب والفضة لأنها أثمن، وهذه الورقية ثمنية، والقول بأن لها غطاء من الذهب هذا لا أصل له، فهذه الأوراق تقوى بقوة اقتصاد البلد وتضعف بضعف اقتصاد البلد. كل من زعم بأن لكل ورقة نظيرة من الذهب نظيرة الفضة فهذه دعوة لا حقيقة لها، إنما يوجد غطاء يسير للأموال لكن لا يوجد غطاء كامل لكل هذه الأوراق النقدية، ولو كان لها غطاء كامل ما سقط اقتصاد أحد أصلا، كان له غطاء، فاقتصاد البلاد تسقط لأنه ما يوجد لها غطاء. بعض البلاد تطبع الأوراق بالمجان تسقط مباشرة ولا يرتفع اقتصادها، فهذه العملة قائمة بقوة اقتصاد البلد، إذا قوي اقتصاد البلد قوية العملة، ضعف البلد ضعفت العملة. عبد الله نعم. هو أول ما أصدروا هذه الأوراق جعلوا له يعني تغطية رمزية، مين حقيقية، تغطية رمزية ما لها حقيقة، حتى في الأول تغطية خفيفة، جميع من بحث المسألة اقتصاديا تغطية خفيفة ما له يعني رصيد، كل رصيد ما له أصلا. الله أوراق هذه قائمة على قوة البلد، قائمة على قوة البلد، بقدر قوة البلد يكون يقوى هذا، وإذا ضعف البلد ضعف هذا المال. نعم يجوز ان نصدر يعني هذه الاوراق، يجوز نعم نصدر مقابل لا شيء، ما في معنى، قالوا هي عمله عادي كما قال مالك لو تبايع الناس بالجلود جرى فيها الربا، هذه عمله بلد ما في شيء، اهم شيء يجري فيها الربا، الريال بريالين ربا، لان قائم مقام هذا لان مقصود النقديه، العله في الذهب والفضه النقديه، ما دام العله النقديه خلاص كل ما كان نقدا وكان شيئا يتبايع به الناس يجري فيها الربا. عفى الله عنك، ولا شيء في الفضه حتى تبلغ 200 درهم، فنصاب الفضه 100 درهم، وهذا مجمع عليه بما ورد في حديث انس في الزكاه، قال وفي الرقه اذا بلغت 200 درهم ربع العشر، رواه البخاري. والرقه الفضه، وهذا النصاب المقدر بالعدد يساوي وزنا 5 أواقي من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، متفق عليه. وهو يساوي 595 جرام من الفضة، فيجب فيها أن يجب في 200 درهم 5 دراهم، وهو ربع العشر لحديث أنس السابق، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا، كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، وهذا النصاب جوان عليه، وهو يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، فيجب فيه أن يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقالا نصف مثقال، وهو ربع العشر لحديث ابن عمر وعائشة السابق. ولا يجب الزكاة في الأوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر كالريالات السعودية والجنيهات المصرية والدولارات وغيرها حتى تبلغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب، فإذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر، بشرط أن تكون عملة رائجة، شرط أن تكون عملة رائجة، إذا لم تكن عملة رائجة صارت بمنزلة أوراق الدفاتر لا قيمة لها، الكلام على أن تكون عملة رائجة يشترط في هذا وأن تكون مستعملة. ولك شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن الفلوس التي ليست عملة رائجة لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا، يعني لا يستعملها الناس إلا في الأشياء التافهة والحقيرة واليسيرة،
بخلاف الريادة الموجودة الآن فهي عملة رائجة في كل شيء ثمين وفي كل شيء غالي، ولو سقط هذا المال وحل محل آخر المال ولا ما دام انه لا يباع ولا يشترى لا قيمة له، يكون بمثلة الأوراق. إذا كان عندك شيء تعدلت التجارة في آخر الحول تقوم قيمة عروض تجارة، تقوم قيمة عروض تجارة وتبيعه في السوق كما تبيع الدفاتر كما تبيع الأقلام كما تبيع الأوراق. أما إذا كان عملة رائجة فلا، فهو منزل منزلة الأموال ففيه ربع العشر. نعم. طبعا الخنق على شيخ يقدر النصاب بالأقل. إيه نعم بأقل من الذهب والفضة، يعني ما تقدم بأعلى من ذلك. ولكن هو الآن منزل منزلة الفضة، زكاة الفضة هو زكاتها. لأنه هو لاحظ الشيخ الأخير. نعم. إيه نعم بعض العلماء يرى لاحظ وهذا تقدم خلاف فيه، وبعض العلماء يرى أنه يراعى فيه المصالح العامة. ولكن القول أكثر الفقهاء أن يراعى فيها الحظ. عفى الله عنك، فإذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر لأنها في حكم الذهب والفضة وهذا مجمع عليه. فإن كان فيهما أي الذهب أو الفضة غش أي خلق أي خلق بأحدهما غيره من حديد أو نحاس أو غيرهما فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا للأحاديث السابقة. يعني ما نقول أن المغشوش يكمل الصحيح، هذا غلط. المغشوش نلغيه ولا نعتبره شيئا، إنما ننظر الصحيح. وأما مسألة زكاة الحلي فسيأتي إن شاء الله وحكمها، لأن الحلي هذا ما أصبح مالا بخلاف لو أن رجل الآن اشترى ذهبا يرصده في المستقبل يقول يحفظ مالي، كل ما حول في زكاة. لكن لو اشترى لامرأة حليا الأصل أنه لا يرصده إنما للاستعمال، فلذلك ذهب الجمهور إلى أن الحلي لا زكاة فيه، منهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا قوله أكثر العلماء. نعم. الدخار صار بمنزلة المال بالضبط. ولكن لو أن الرجل الآن اشترى حلية للادخار لنفسه له هو هل يزكيك سنة؟ وهذا بلا خلاف. بخلاف لو اشترى امرأته تلبس وصار بمنزلة ثلاثة المنزل، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في ماله ولا صدق عبده صدقة، متفق عليه. نعم. عفى الله عنك، فإن شك في ذلك أي شك في بلوغ الذهب والفضة النصاب خير بين الإفراد وبين سبكهما ليعلم ذلك. فإن بلغ نصابا أخرج زكاته، وإن لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال والعارية. نعم هذا قول الجمهور، ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم، وكان يفتي به أئمة الدعوة النجدية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة فيه واجبة، وهذا محكي عن طائفة من الصحابة والتابعين. وجاء عن ابن القيم رحمه الله في الإعلام أنه قال زكاته عارية. والذين يقولون بالوجوب يستدلون بحديث عمرو بن شعيب على أبي عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت أدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يصورك الله بسورين من نار. وهذا الخبر لو صح لكان نصا في المسألة، ولكن عله النسائي رحمه الله ورجح إرساله. وعلى هذا فما دام هذا الخبر معلولا فلا زكاة في الحلي، ولكن إذا أخرج الإنسان زكاة الحلي احتياطا وخروجا من خلاف العلماء فهذا أطيب له وأزكى عند الله، وإذا لم يخرج فلا إثم عليه كما هو قول جماهير العلماء. نعم.
عفى الله عنك، لأنه غير معد للتجارة فلم تجب الزكاة فيه، كالعقار الذي يسكنه الإنسان وكالأثاث الذي يستعمله ونحو ذلك. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. قال الله تعالى عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم حسنا إذا الحسن قد قصر. نعم، عفى الله عنك. وهذا الحكم مجمع عليه. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف وحلية المنطقة ونحوها والمنطقة هي ما يشد به وسط الإنسان. والدليل على جواز هذه الأشياء للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، متفق عليه. أما الذهب فلا يباح للرجال منه إلا اليسير التابع لغيره، كالرباط للسن والزر في الثوب ونحو ذلك. يعني يمنع الرجل من لبس الذهب مطلقا، وأما الشيء التابع لغيره الذي لو عزل لم ينتفع به ولم يكن لباسا، فهذا الذي رخص فيه جماعة من العلماء. عفى الله عنك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا. نعم، وهذا رواه أبو داود في سند اختلاف كثير. عفى الله عنك. فأما الحلي المعد للكراء أي للتأجير فتجب فيه الزكاة لأنه غير معد للاستعمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما أعد للإيجار سواء كان حليا أو غيره لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للتجار عينه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وهي عنده. نعم، وهذا قول قوي، وهذا قول قوي، لأن هذا ليس عملة أيضا. الحلي ليس عملة، بمعنى لا تستطيع أن تشتري فيه وأن تبيع فيه وتشتري، إنما إذا بعتها تأخذ دراهم. فلو ذهبت لمحل تعطيه حليا تشتري بأغراضه ما باع عليك، فإذا ليس هو عملة. نعم، عفى الله عنك. فعفى الله عنك. وكذلك حلي الذهب والفضة المعد للادخار لأن يقتنيه ليكون رأس مال له ونحو ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للاستعمال. والأصل في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان وجوب الزكاة فيها، فإذا لم يعد للاستعمال رجع إلى أصله فوجبت الزكاة فيه. وكذلك الحلي المحرم ففيه الزكاة، فالحلي الذي لم يحرم لبسه للنساء كالذي فيه إسراف أو خيلة، فالحلي الذي يحرم يحرم يعني كالأواني، يعني مثل بالأواني، امرأة عندها أواني ذهب، عند أواني ذهب، هذه فيها الزكاة لأن رخص في الحلي، والخلاف مشهور أيضا في الحلي. أما هذه ليست من الحلي وليست تلبس، فعلى هذا مرة إذا كان عندها أواني ذهب تزكيها، تقومها آخر الحول تزكيها. أولا فالحلي الذي يحرم لبسه للنساء كالذي فيه إسراف أو خيلة. كذلك الرجل لو اتخذ قلما من ذهب، الجمهور طبعا يمنعونه، لكن لو رأى هو الجواز واتخذ خاتم قلم من ذهب يقوم آخر الحول يخرج زكاته. نعم، عفى الله عنك. ومثله الحلي المحرم للرجال. أما ما مسألة محرمة مسألة أخرى، لمحرمة لذاتها هذه لا زكاة فيها، ليس تخفيفا عنه، ولكن لأن الزكاة طهرة والخبيث ما يطهر، مثل يبيع الدخان هذا، واللي يبيع الخمور، واللي يبيع آلات المعازف، أموال هؤلاء ما فيها زكاة، كما قول الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله، لأن هذا مال خبيث ما يطهر شيء، ولا يطهر إلا أن يتوب ويتبرى من هذا المال ويخرجه بنية التخلص منه. ولأن الله شرع الزكاة طهرة وتطهيرا لصاحبها وتنقية للمال، وهذا المال خبيث ما ينقي شيء لأنه مال مكتسب من حرام. والله يقول: خذ من أموال الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا المال ليس طهرة له بالإجماع ولا زكاة له بالإجماع، فإذا لا زكاة فيه. ولكن هذا كما قلت ليس تخفيفا عنه،
لما هذا المال خبيث كعقوبة مغلظة. نعم. أفن خميسه الحلي المحرم للرجال كالذهب المستقل والفضة الكثيرة وما فيه تشبه من النساء، ومثله أيضا الحلي الذي صيغ على هيئة محرمة، كأن يصاغ على هيئة صورة ما فيه نفس كصورة إنسان حيوان، فهذا الحلي المحرم كله تجب فيه الزكاة، لأن تحريم استعماله يجعله في حكم ما لم يعد للاستعمال، فيبقى على أصله في وجوب الزكاة فيه. عفى الله عنك. باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، فيزكيه لجميع السنوات التي لم يزكيه فيها بسبب وجوده عند المدين أو الغاصب، لأنه مال زكوي قادر صاحبه على أخذه والانتفاع به. أموال الديون على أقسام. القسم الأول أن تقرض رجلا قرضا، أو أن تبيعه سيارة دينا، فالمال إذا قبضته في آخر الحول تزكيه، وهذا لا نزاع فيه إذا قبضته. وإذا كان الرجل مماطلا رفض أن يعطيك، فهذا موطن خلاف بين العلماء، فمنهم من قال زكى مال المماطل، وهذا في نظر، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، وأنا غير مالك لهذا المال، قد لا يأتيني أصلا، كيف يزكي ما ليس في قبضتي. وقال الطائفة من العلماء متى ما قبضه بعد سنتين ثلاث عشر يزكيه مرة واحدة، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأكثر علماء نجد يفتون بهذا. القول الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله، يقول لا زكاة في مطلقة، وإنما تستقبل به حولا جديدة، لا زكاة في مطلقة، إنما تستقبل به حولا جديدة، لأنك فيما مضى عاجز عن قبضه. قد يقال أن القول الأول أقوى. لماذا؟ لأن إذا قبضته في الوقت المحدد وجبت فيه الزكاة، لأن حال عليه الحول، فأي فرق إذا قبضته في بعد سنة أو قبضته بعد عشر سنوات إذا كنت بزكيه في ما مضى؟ فذلك القول بأن يزكى لسنة واحدة قول قوي. أما الأجورات فلا زكاة فيها في أعيانها كالعقار، سيارات المؤجرة، إنما زكاة في ريعها إذا قبض المال وحال عليه الحول، ولكن إذا كان مستحقا للمال في أول العقد هو ترك عند صاحبه، مثاله جرى العرف الناس أن تؤجر البيت تستحق المال من أول العقد ثم تركه ولم يقبضه إلا في آخر الحول وهو قادر على أخذه، فهذا يزكيه من أول ما يقبضه لأنه بمنزلة ما في يده. ومثل هذه الصورة، لو أنا أقرضت رجلا 100,000 ريال على مدار سنة، قل دعها عنه، دعها، يعني بمعنى أنا لا أريدها الآن ولكن قادر على قبضها، زكاته واجبة علي ولو لم أقبض المال، لأنه بمنزلة المقبوض، لأنه قادر على، لو طلبت فيه قبضته. ولو كان الذي منعه الحياة، أحيانا يمنعك الحياة، ولو كان الذي منعك الحياة فإن الزكاة فيه واجبة، لأن ما عند فلان بمنزلة ما عندي، لأنه قادر على قبضه. نعم. لتوقع يسارا للمدين. نعم. هو يستعين يطالبه، لكن يعني رافضا ليه يوجه؟ حتى مطالبات محاكم هذا لا يجب عليه، هذا يكون بمنزلة المقبوض بمنزلة المعدوم. أما إذا كلا لو طالب أعطاه هذا يعتبر بمنزلة المقبوض، أما الذي يطالبه في محاكم وشرط ونحو ذلك هذا لا يجب أصلا عليه، ما دام إنه غير واجب عليه أن يطالبه بالطريقة هذه لا زكاة في مالي. عفى الله عنك. فيزكيه لجميع السنوات. عفى الله عنك.
والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى فيزكي جميع السنوات التي لم يزكي فيها بسبب وجوده عند المدينة والغاصب، لأنه مال زكوي قادم صاحبه على أخذه والانتفاع به، فوجبت فيه الزكاة منه بعد قبضه كالمال الموجود عند مالكه، ويدخل في ذلك المال الذي يبيعه صاحبه بالتقسيط كأموال البنوك والمؤسسات التي تقسط السيارات والأراضي والمنازل على الناس، وكالإيجار المؤخر تسليمه كحال أغلب عقود تأخير العقار تأجير العقار في هذا العصر، حيث يؤخرون تسليم نصف الأجرة إلى انتصاف مدة التأجير، فحول الأجرة يبدأ من وقت العقد. قال: وإن كان المال متعذرا على صاحبه لا يمكنه قبضه ولا الاستفادة منه كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به تثبت هذا الدين على الجاحد فلا زكاة فيه، لأن الله تعالى إنما أوجب الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها والانتفاع بها، أما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الأموال كالفقير الذي لا مال له لعجز مع التصرف فيها والاستفادة منها، ومثل الدين على المفلس والجاحد المال المغصوب والمال الضال الذي يضاعه صاحبه ولا يرجى وجوده فلا زكاة فيه لما سبق في المسألة الماضية، ومثل الدين على المفلس أيضا المال الذي عند الدولة إذا تأخر تسليمه لصاحبه لعدم ملكه له فيما مضى ملكا مستقرا، ومثله الأرض التي منعت الدولة صاحبها من التصرف فيها من أجل أنها ستثمن له أو لغير ذلك، ومثله المال الذي يخصم كل شهر من راتب موظف عند الدولة أو عند بعض الشركات ثم يسلم له في نهاية الخدمة لأنه لا يتمكن من أخذه والتصرف فيه. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا وحكم الصداق حكم الدين، فإذا كان للمرأة صداق حال على زوجها وكان زوجها مليئا غير مماطل زكته إذا قبضته لما مضى، وإن كان زوجها معسرا أو مماطلا لم يلقها صداقها فلا زكاة فيه إذا قبضته. يتكلم المؤلف رحمه عن الصداق إذا كان مؤخرا، أما إذا كان مقدما هذا لا يدخل في هذا الحديث. إذا كان صداق مؤخرا ويقادر على قبضه متى ما أرادته فهو بمنزلة ما في يدها تزكي كل عام. إذا كان زوجها مماطلا أو عاجزا عن دفع الصداق فهذا لا زكاة فيه لأن هذا غير مقدور عليه، ومتى ما قبضته تزكيه سنة واحدة على قول طائفة من العلماء، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تستقبل به حولا جديدا ولا زكاة عليه. وبعض الفقهاء فرق بين هذه الصورة وبين صورة فيما لو أقرضت رجلا مالا، لأن أقرضت رجلا لأن هذا مالك وحال عليه الحول وهذا مال ستعطى إياه، فرق بين الصورتين. وعلى كل تقدم عندنا ابن تيمية في كل هذه الصور لا يرى الزكاة فيها مطلقة، يعني من أقرض رجلا مالا أو دينه دينا أو كان يستحق منه شيئا ولا يستطيع قبضه ثم قبضه بعد عدة أعوام بأنه لا زكاة فيه، وإنما يستقبل بحولا جديدا، لأن شروط الزكاة خمسة، فمن ذلك تمام الملك، وهذا لم يتم ملكه على هذا المال ولم يقبضه ولم ينتفع به ولا استفاد منه، فكيف يزكي مالا لا يستطيع الاستفادة منه. نعم. طبعا يكون هنا زكته إذا قبضته لما مضى. إيه نعم. يعني تزكي إذا قبضته. لا لأن هو قرر المذهب، يقرر الراجح. يعني هذا مذهب صحيح. مذهب الإمام أحمد تزكي كل السنوات الماضية، والرواية الثانية عن أحمد تزكي سنة واحدة، وهذا مشهور في مذهب أحمد. لكن مسألة في عدة أقوال. هنا يقصد إذا كان مقدورا على
مقدور زكي كل سنة ما في إشكال هذا. إذا كان مقدورا تزكي كل عام سواء عند أحمد أو عند غيره، لأن هذا المال بمنزلة المقبوض. يكنون أن يشوفون بزكاة إذا قبضت لا تزكي قبل خاطر. نعم لا تزكي قبل ليس بلازم، هي بالخيار، لأنه ما وقع في يده، لكن لا قبضت تزكي عن كل ما مضى. قبل القاضي إذا كان عنده مال ما تزكي، لكن هو واجب في ذمتها. لكن لأن إحنا بيقولون الزكاة واجب في عين المال، فإذا قبضت تزكي من عين المال، ولو زكته من مال آخر لا إشكال في هذا. عفو الله عنك، وإن كان زوجها معسرا أو مماطلا لم يعطها صداقة فلا زكاة فيه إذا قبضته لما سبق في الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. وهذه مسألة أيضا مهمة، مسألة من عليه دين، مسألة من عليه دين وعنده مال، وهي من مسائل الخلاف، والخلاف فيها طويل قديما وحديثا. فبعض العلماء يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فيقول الزكاة تجب في الأموال الظاهرة ولو كان عليه دين، وأما في الأموال الباطنة فإنه يحصل ما عليه من الدين ويزكي ما خلص من ماله. وقال الطائفة لا زكاة في الجميع، وقال الطائفة تجب الزكاة في الجميع. والظاهر التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وما كان يستفصلون من الناس هل عليكم ديون أم ما عليكم ديون، وهذا أمر عام. أما الأموال الباطنة كالتجارات اليوم والعقارات الباطنة والسيولة، هذه تعتبر أموال باطنة، فإنه يخصم ما عليه من الدين. إذا كان عنده مليون ريال وعليه دين 500,000 ريال يزكي 500,000 ريال، لأنه يزكي خالص من ماله. إذا كان عنده مليون وكله مدين ما عنده ما يزكي شيئا، لأن المال ليس له لا يملكه، لو طولب بها الآن وجب سداده. إذا كيف يزكي مال الآخرين؟ ولكن بالنسبة لمن أقرض هذا المال وقادر على قبضه يزكيه، هذه مسألة أخرى. نتكلم الآن على المستدين، ما نتكلم على الدائن. وقال طائفة تجب الزكاة على أصحاب الأموال الباطنة والظاهرة، والقول الصحيح إذا ما قلنا بالتفصيل أن الزكاة تسقط مطلقة. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله ما كان يستفصلون، كذلك يعني يمكن يستدل بهذه حتى الأدلة الأخرى ما كان يستفصلون، إنما ترجع إلى الأدلة التفصيلية الأخرى، لأن الأدلة يضم بعضها إلى بعض فيزول الإشكال. نعم. عفو الله عنك لقول عثمان رضي الله عنه إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين. عفو الله عنك لقول عثمان رضي الله عنه إن هذا شهر خبر. عفو لك إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضي وزكوا بقية أموالكم. نعم، قيل إن عثمان والصحابة كانوا يزكون في رجب، وهذا ذكره غير واحد لكن ما عليه دليل اجتهاد، يعني ما صحة الرواية بأنه كان يزكون ويختارون شهر، لكن واضح أن الصحابة كانوا يخصصون شهرا، لأنه قال أن هذا شهر زكاتكم فمن كان على دين فليقضه، والإسناد إلى عثمان صحيح. اختلف العلماء في فهم أثر عثمان هذا، فعثمان يقول من كان على دين فليقضه، فهم من الطائفة إذا كان لا يريد القضاء أنه يزكي، فهم من الطائفة بأن إذا كان ما يريد القضاء فإنه يزكي، ولا فهم تقضي دينك الآن حتى لا يكون عليك دين. وقال الطائفة فمن كان على دين فليقضي، إذا ما قضى يخصم من ماله. فهموا من الأثر، هؤلاء فهموا كذا وهؤلاء فهموا كذا، ولكن نضم هذا النص إلى النصوص الأخرى، وأن الدين يمنع الزكاة. ولكن في هذه الصورة إذا كان قادر على السداد وصاحب الحق قادر على القبض، فإن الأصل في الزكاة أن تجب على رب المال ليس على المستدين، ما على الدائن، هذا الأصل في الزكاة. وقاعدة أخرى، المال ما يزكى مرتين، المال ما يزكى مرتين، لا يمكن نقول للمستدين زكي
ونقول للداعي الزكي فعلى هذا لك زكينا المال مرتين، هذا غير صحيح. إن من زكى المال مرة واحدة والأصل في المال على من؟ على صاحبه. إذن إذا ما أرد السداد كيف نقول لابد أن تزكيه؟ وهذاك سيف زكي لأنه قادر على قبضه مني. فأنا مثلا عندي 1,000,000 ريال، 500,000 ريال لك، 500,000 ريال لك. في هذه الحالة أنا حالة جرى وقت الزكاة وقادر على سدادك وأنت قادر على قبض المال مني، فلا يمكن أقول زك أنا أزكي تبعا لمالي وأنت سوف تزكي. والأصل في الزكاة على رب المال، ولا يمكن أيضا نسقط الزكاة مطلقا نقول لا يزكي لا هذا ولا هذا، لا بد أن واحد منه يزكي، والأصل على رب المال. فبالتالي سواء سدد أو ما سدد لا تجب عليه الزكاة، أن يخصمها من ماله، والزكاة واجبة على رب المال لأن هذا هو الأصل. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع لأجل الربح كالعقار من أراض أو بيوت أو مزارع، وكالحيوانات التي تربى لتباع هي وأولادها، كما في مشاريع الحيوانية الكبيرة التي كثرت فيها العصر والتي تربى فيها المواشي من غنم وبقر وإبل أو تربى فيها الأران، وذلك من أجل تسمينها وتوالدها ثم بيعها هي وأولادها، وكمشاريع الدواجن التي يربى فيها الدجاج لتوالده وبيعه وبيع الذراك وبيع البيضة، وكالأخشاب والحديد والإسمنت المعروضة للبيع، وكمضاعي البقالات ومحلات الأقمشة ومحلات السيارات ومحلات المفروشات والأزياء والعطور والعسل والمضاعي التي تستورد للبيع والمعروضة في المعارض لبيعها، وكالكتب وغيرها مما يعرض للبيع في المكتبات. أولا يجب أن نفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، وكثير من الناس ما يفهم الفرق ويظن أن كل ما أعد للبيع وجبت الزكاة فيه، وهذا غلط. فرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. الفرق بينهما لو أن رجلا اشترى أرضا للتجارة يريد أن يربح من ورائها، هذه زكية كل عام لأنه قد اشترى للتجارة. وآخر اشترى أرضا للسكنة ثم ما أعجبه الموقع قال أريد أن أبيعها واشتري بقيمتها أرضا في موقع آخر، هذه ما عليها زكاة أبدا، هذه ما عليها زكاة أبدا سواء بيعت أو لم تبع، ما لا زكاة فيها مطلقا. ولكن إذا قبض المال وحال عليه الحال يزكي المال، لأن هذه الأرض ما أعدت للتجارة من أعدت للبيع. كذلك من عنده أرض يريد بيعها للتخلص منها، هذاك ما عنده أرض يعدها للتخلص منها، يقول ما أريد هذه الأرض ولا أريد موقعها بتخلص منها، وأريد قيمتها إما أتاجر فيه وإلا أزوج فيه أولادي ولا أشتري به بيتا آخر أو أشتري به سيارة أو غير ذلك، هذه لا زكاة فيها ولو حال عليها عدة أعوام لأنها ما أعدت للتجارة. لا زكاة إلا فيما أعد للتجارة، هذه اسمها زكاة عروض، ويعرض تجارة، وفرق بين ما عد للبيع وبين ما عد للتجارة. والعجيب مع أن هذا اللي يطرحه الآن هو مذهب أحمد إلا أن كثيرا من الناس لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما، فيجب أن نفرق بين ما عد للبيع وبين ما عد للتجارة. وأعيد ما ذكرته سابقا في مسألة الأراضي المعدة للتجارة ومعدة للبيع ليتضح الفرق بينهما، وأن كثير من أموال المسلمين اليوم ما عليها زكاة. الأمر الأول: الأرض المشترى للتجارة يبيع ويشتري بالأراضي، هذه بمجرد أن يملكها يبيعها ويحال الحول يزكي. وفي هذه الصورة لو كان عنده مال لو 6 أشهر واشترى بالمال أرضا للتجارة بعد 6 أشهر يزكي، لأن الأرض تابعة للمال لأنه قد عد للتجارة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول اشترى أرضا للسكنة، فهذه لا زكاة فيها بالإجماع. الحالة الثالثة أن يكون قد اشترى أرضا لتحفظ ماله، يعني عنده مال كثير في البنك يقول اشتري أرضا لتحفظ مالي، لا أريد التجارة بالأرض، أنا ما أريد التجارة في الأرض، وإنما أريد عوضا عن يربح البنك من أموالي وتاجر في أموالي أشتري به بذلك أرضا تحفظ المال وتسلم من آفات البنوك أو ربا البنوك نحو ذلك. هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. القسم الرابع أن يشتري أرضا يريدها لزمن الغلاء، ما يريد بيعها الآن ولا التكسب منها الآن، لأن موقع الأرض لا يساعد على البيع،
ولا على التكسب. يقول هذه الأرض لها مستقبل، يعني يريد أن أبيعها في المستقبل، وهذا الموقع له أرباح مستقبلية، أما الآن ما يسوي شيئا، فنشتري هذه الأرض لأبيعها في المستقبل. وهذا الصواب أنه لا زكاة فيها، أنه إذا باعها يزكيها لعام واحد فقط، وأنه إذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. نعم. الدين مثلا واحد اخذ شخص اعطاه من دراهم، بس قال مثلا اشتريت بعد 3 سنين من اي زكي عليه؟ يزكي عليه المستدين، المستدين لكن يخصم ما عليه، يعني في الارباح يزكي كل الارباح، يزكي كل الارباح، لان يعني الدين هذا ليس حالا، ليس حالا، وهذا كما تفضلت غير قادر على قبضه، يعني في السنوات ما اقدر على قبضه هنا، لأن قد أقرضته إياه لمدة 3 سنوات، فذاك الآخر يزكيه بعدما يخصم في السنة الأولى فقط التي عليه السنة الأولى سيسددها. ألا ما عنده دين أصلا في هذه السنة، ولا عنده دين في السنة الثانية، إن ما عنده دين في السنة الثالثة، ففي السنة الأولى والثانية يزكي وجوبا. نعم. عفى الله عنك، وكالبراط والطول ونحوها مما يصنع لو يعرض لبيعه، وكالسيارات والاواني، وقطع الغيار والمكيفات والبلاستيك وغيرها مما تنتج المصانع لبيعه، وكالمحروقات التي تباع في محطات المحروقات، فهذه الاشياء كلها وما يشابه عما يريد الانسان الربح فيه ببيعه تجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. اذا كان عنده شيء في الحول مثل صاحب المطعم، ايضا صاحب المطعم إذا حال الحول على فتح المطعم، معلوم أن آلات الطبخ والقدور والغاز وما شابه ذاك لا زكاة فيها، لكن ما عنده من الأطعمة وما عنده من المبيعات يضعها يحسبها يضمها إلى ماله يزكي كل ما عنده. نعم. عفو الله عنه، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وإن كان صاحبها اشتراها بنقد أو بعرض أو بعرض آخر، فحول حول هذا النقد أو العرض الذي اشتريت به، فإذا حال عليها الحول وجب على مالكها أن يقوم ما لديه من عروض بالسعر الذي تباع به بسعر الجملة، ويضم هذه ويضم هذه القيمة إلى ما لديه من ذهب أو فضة أو نقود مدخرة حال عليها الحول، أو نقود هي قيمة ما باعه من سلع حال عليها الحول، ويضمها كذلك إلى ماله من ديون عند الناس، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر. ومن الأدلة على وجوب الزكاة في عموم التجارة عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها في الجملة. أولا، ما هناك أدلة صحيحة، ما هناك أدلة صحيحة صريحة في زكاة عروض التجارة، إنما أدلة عامة فقط، أدلة عامة فقط، وهذا وصف في كوننا دائما نغلب جانب التاجر على جانب الفقير في عروض التجارة، بخلاف الأمور المجمع عليها كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. ثانيا، ما في إجماع في المسألة، خالف في ذلك ابن عباس، وخالف في ذلك طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المتبوعين. صاف العبارة أن نقول ذهب الجمهور، صاف العبارة أن نقول ذهب الجمهور، ولا إجماع في المسألة، والخلاف مشهور. وقد ذكر الخلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وأشار إلى قول العلماء ورجح القول بوجوب الزكاة في العروض. ثالثا، زكاة العروض تلحق بزكاة الأموال قياسا، قياسا. رابعا، صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر، صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر، رواه الشافعي وغيره بسند صحيح. نعم. عفو الله عنك، قال رحمه الله ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب. نعم، حتى ينوي بها التجارة
أما لو نوى البيع اختلف الحكم، ينبغي التفطن للفرق بين التجارة وبين البيع، لأن بعض الناس قد يكون عليها أشياء وعنده أرض يبيعها يظن أن تجب الزكاة فيها وتنهك الزكاة، هي أشياء مستحقات ولا يدري. ففرق بين ما عد للبيع وبين ما عد للتجارة. ولو كان عندك أراضي تساوي مليار، ما أقول ريال، تساوي مليار، تريد التخلص منها وحال عليها الحول، ما عليها زكاة حتى تعدها للتجارة. شخص اللي عنده أراضي لو تساوي 1000 مليار خلاها يقول لأولادي وكذا، ما عدها للتجارة، ما يريد التجارة فيها، ما عليها زكاة، لابد يعدها للتجارة. لا فرق بين الأشياء الثمينة والكبيرة وبين الأشياء الرخيصة، لأن الحكم واحد. والمال، نعم، المال يجب الزكاة، ما في إشكال بالاتفاق. هذا المال متفق عليه، من كان عنده مال حال على حول زكيه، ما في إشكال. هذا المال والذهب والفضة، هذا لا إشكال فيه، حال على حول تزكيها وجوبا، صار تبيع فيها وتشتري مخزنة أو غير ذلك تزكيها وجوبا مطلقا. إنما الخلاف كما فصلناه بالأمس في مسألة زكاة الحول فيها خلاف ذكرناه بالأمس، أما ما عداه لا خلاف فيه. تتبع الأرض، نعم، تتبع الأرض، يعني أنا مني مثلا 1000 مليار شريت الأراضي تعدها ماذا؟ التجارة؟ بأراضي؟ تقصد لا، في فرق، هل تقصد التجارة ولا لا؟ لو كان عندك المليارات هذه اشترت في أراضي للتجارة، الأراضي تتبع المال، حكم المال. لو كان المال حال عليه مثلا 8 أشهر باقي كم لزكاة؟ 4 أشهر، وشريت الأراضي للتجارة بعد 4 أشهر تزكي الجميع، لأن تابع للمال. أو آخر اشترى فرارا من الزكاة، شرى فرارا من الزكاة، ايش يضع هذا فرارا من الزكاة؟ هذا يعامل بنقيض قصده. نحن ما نتحدث عن رجل اللي يقول بدل ما تضع في البنوك لا اريد الربا، ولا ان اصحاب البنوك يتاجروا بها، اضعها في الاراضي احب الي، هذا نقول لا زكاة فيها. عفى الله عنك، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حوله، فيشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبقى عند مالكها حولا كاملا بعد بلوغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب أو الفضة. لا يشترط تبقى حولا إلا إذا لم تكن مالا، يعني قد مضت عليه مدة، قد يكون مال مثلا أخذ عن طريق ميراث أو عن طريق هبة واشترى به أرضا للتجارة، نعم هذا حوله، لأن المال من الآن قبضه. أما إذا كان من الأصل مال كان مقبوضا عنده، مال تجاري يبيع ويشتري، هذا كأصحاب الأراضي يقول له لازم يحول الحول، وهذا يبيع ويشتري بالأراضي، هذا أصلا ما عنده أرض يحول عليه الحول أصلا، لأن المال تابع للأرض، يبيع ويشتري بهذا الأراضي، يبيع ويشتريها اليوم يبيعها غدا، هذا ما يحول عليه الحول أبدا، على هذا ما يزكي أبدا، وهذا غير صحيح. إنما يزكى لا تكون الأرض تبعا للمال، بمعنى عنده 1,000,000 ريال يتاجر به في الأراضي، يبيع ويشتري وحال الحول، يزكي كل ما عنده من المال ومن الأراضي، لأن الأراضي ما اكتسبها إلا بهذا المال، فيزكي الجميع. من أول بيع وشراء؟ نعم، من أول بداية التجارة. نعم. عفو الله عنك، عفو الله عنك، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر قياسا على الذهب والفضة، وهذا كله لا خلاف بين أهل العلم. تقدم البسط الخلاف، إشارة إلى خلاف ابن عباس وخلاف السلف، وأن هذا قياس. عفى الله عنك، وفي حكم بقايا عنده حولا أن يبيع العرض بعرض آخر أو بذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، فإن ما باعه به يأخذ حكمه ويحسب الحول من وقت بدء حول العرض الأول، ومن وقت أيضا العكس، وقت وجود المال والمرصود لذلك. وذلك لو عنده مال حال عليه 11 شهرا بقي على الزكاة كم؟ شهر واحد، واشترى أرضا للسكنة، خلاص سقطت عنه الزكاة ولا زكاة عليه. لو باعها بعد أسبوع دون تحايل، قدر الله جاء شخص قال له ما يصلح هذا الموقع بعها، ثم باعها ب1,000,000 ريال، يبدأ من البيع حولا جديدا، سقطت عنه الزكاة، لكن ما قصد التحايل هذا. لكن لو قصد التحايل نعامل بنقيض قصده. عفى الله عنك، ولو قلب المال كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضا ثانيا ثم يبيعه بعرض آخر، ثم يشتري به أسهما مثلا ثم يبيعها، وهكذا، فإن الحول يبدأ من وقت بدء حول النقود التي عنده أول الأمر،
وهذا يكثر عند أصحاب محلات الأكل والشوارع والبقالات والمصانع ومزارع المواشي المواشي والأرانب والدجاج لتسمينها وبيعها ونحوها، لأن العرض والنقد مقصدهما واحد وهو التجارة.